السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله هنتكلم عن درس جديد من دروس منهجنا، مادة الدراسات الاجتماعية، هو خامس درس عندنا في الوحدة الأولى بعنوان رموز بلدي. طب يعني هبدأ اللي أنا أتكلم على رموز بلدي، إيه هي رموز بلدي دي؟ اللي أنا أول حاجة اللي أنا زي ما إحنا شايفين كده في الصورة هتكلم على علم مصر، العلم اللي هو رمز الدولة، رمز بلدي، اللي هو طبعًا إحنا عارفين إن كل دولة ليها علم بيميزها عن باقي الدول. طب لما يجي يقول لي كده ما المقصود بالعلم؟ يجي المقصود بالعلم قال لك هو رمز بتتخذه كل دولة ليعبر عن تاريخها وتراثها، وكل جزء فيه له معنى خاص، يعني كل جزء في العلم ده ليه معنى خاص بيعبر عنه. طب انا عارف ان العلم بتاعي هو اللي انا شايفه دوت كده في الصوره قدامي، طبعا عارف علم دوله السودان ليه علم تاني، العراق وهكذا، كل دوله ليها علم بيميزها، ليه تاريخها، ليه تراثها، كل جزء فيه ليه معنى خاص. طب تعالى نتعرف بقى على كل جزء ده داخل العلم بتاعنا بيعبر عن ايه. مدلول الالوان والرموز في علم مصر، طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة ان اللون الاحمر اول لون في علم مصر، اي اللون الاحمر ده بيدل على النضال ودماء الشهداء من اجل الحرية. تاني لون معانا في الصورة عندنا اللون الابيض، اللون الابيض في علم مصر بيدل على السلام. تالت لون زي ما احنا برضو شايفين في الصورة هو اللون الاسود، اي اللون الاسود ده بيدل على الظلم الذي تعرضت له مصر في فترات الاستعمار. بعد كده انا عارف ان انا داخل العلم ده سنه رابعه بلاقي صوره النسر، طب النسر دوت هو بيتوسط علم مصر، طب النسر ده احنا جبناه منين؟ قال لك هو نسر ذهبي ماخوذ عن نسر صلاح الدين الايوبي، يعني احنا خدناه منين؟ من نسر صلاح الدين الايوبي. طب النسر ده ايه المدلول بتاعه؟ بيعبر عن ايه؟ قال لك هو بيعبر عن عراقة مصر وعراقة حضاراتها وبيرمز الى قوة مصر. نحن عارفين ان مصر هي من الدول القوية، طب اللي بيدل على قوتها ده هو النسر، غير كده ان هو بيعبر عن عراقة حضارتها زي ما احنا شايفينه كده، ده اللي موجود في وسط العالم. طب العلم ده انا بلاقيه فين؟ بلاقيه بيرفرف فين؟ قال لي اماكن وجود العلم بيبقى موجود في او على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكوميه، كمان بيبقى موجود في او على المواقع السياحيه والمؤتمرات والمناسبات الرسميه، بيبقى كمان موجود على وسائل النقل الدوليه مثل الطائرات. بعد كده بيقول لي سنة رابعة سؤالي يجب احترام علم بلدنا، يعني العلم بتاعي ده انا لازم اللي انا احترمه، لازم اثبت احترامي ليه. طب ليه؟ قالك هو مش مجرد شعار ولا مجرد رمز بيعبر للدولة، قالك لا ده احترام العلم ده هو واجب وطني، يعني واجب عليا اللي انا احترم الرمز دوت او العلم ده لانه رمز الدولة، لان اي اهانة للعلم ده هو بيعبر عن اهانتي للدولة، فيجب علينا احترامه. قالك ده مش كده وبس، ده كان عندي مادة داخل مواد الدستور المصري بتقول او بتنص على ان اهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون، يبقى انا عندي هنا اهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون، ودي كانت المادة رقم 223. طب ايه السلوكيات اللي انا اعملها بتعبر عن احترام علم بلدي؟ الوقوف باحترام اثناء تحية العلم، عدم الكتابة او الرسم عليه، عدم ابتلاله بالماء، كمان رفعه عاليا وعدم لمسه الارض، المحافظة عليه، عدم تمزيقه او حرقه. طيب انا عندي هنا لما باجي احيي العلم الصبح، لما بتيجي تقف في طابور المدرسه الصبح سنه رابعه انت بتحيي العلم، طب بعد تحيه العلم بالله اللي احنا بننشد النشيد الوطني بتاعنا وهو بلادي بلادي، طب النشيد دوت مين اللي الف الكلمات بتاعته؟ قال لك اللي الف الكلمات بتاعته واحد اسمه الشاعر محمد يونس القاضي، ده اللي الف الكلمات بتاعت النشيد. انما مين اللي لحن بقى المزيكا بتاعته؟ الملحن هو الفنان المصري سيد درويش. سؤال المتفوقين، لما تفسر وجود اللون الاحمر في علم مصر؟ من خلال الصوره اللي حضرتك شفتها تقدر تقول لنا بما تفسر وجود اللون الاحمر في علم مصر.
مستنيين اجابتكم. بعد كده يجي يقول لي ما المقصود بالشعر؟ انا زي ما عرفت سنه رابعه ان كل دوله ليها رمز بيعبر عنها وبيميزها عن باقي الدول، قالك ان كل محافظه داخل الدوله بقى ليها شعار، لان انا عارف ان الدوله جواها محافظات. زي ما احنا عارفين برضه يا مستر ان مصر بتحتوي على 27 محافظه. تمام، كل بقى محافظه من ال 27 دول بقى سنه رابعه ليها شعار. طب ايه بقى المقصود بالشعار؟ قالك الشعار هو رايه بتتخذها المحافظه رمزا لها. طب الشعار ده بيميز عن ايه؟ قالك او بيعبر عن ايه؟ قالك هو بيعبر على نشاط سكانها او جزء من تاريخها. يعني الشعار دوت بيعبر عن نشاط سكانها او جزء من تاريخها. طب من شعار محافظة القاهرة، قال لي شعار محافظة القاهرة بيضم عدة رموز، وهي لو جيت بصيت معايا كده على الصورة اللي معانا هنلاقي ان الجامع الازهر الشريف هو الشعار محافظة القاهرة، ومكتوب على القاعدة بتاعته كلمة القاهرة. خلف الجامع الازهر بتظهر شمس ساطعة لتدل على ان الجامع الازهر هو منارة الإسلام في العالم. بعد كده يجي يقول لي ايه اماكن وجود شعار المحافظة. زي ما انا عرفت كده ان العلم ليه اماكن بيرفع عليها، كذلك الشعار ليه اماكن بيبقى موجود عليها. اولا هو بيرفع على مبنى المحافظة، بيرفع على مبنى المحافظة، ده اول مكان. قالك تاني مكان او تاني حاجة بيبقى موجود فيها شعار المحافظة هو موجود في العيد القومي للمحافظة، وهنعرف ان كل محافظة دلوقتي ليها عيدها القومي اللي بتحتفل بيه كل عام. طيب بما ان احنا بنتكلم عن عيد القومي لكل محافظة، طب العيد القومي لمحافظة القاهرة، طيب قبل ما نتكلم عن العيد القومي لمحافظة القاهرة هنقول ان كل محافظة ليها عيدها القومي الخاص بيها. طب اشمعنى في الوقت دوت؟ قال لي لانه هو بيرتبط بحدث تاريخي او ذكرى مهمه. يبقى انا عندي الـ العيد القومي للمحافظه بيبقى مرتبط يا بحدث تاريخي او ذكرى مهمه للمحافظه. طب عندك العيد القومي لمحافظة القاهرة سنة رابعة، هنا بيقول لك العيد دوت، قال لك ده حدث تاريخي حصل ان المحافظة بتحتفل بيه كل سنة. طيب قال لك هو امتى بقى العيد القومي لمحافظة القاهرة ده سنة رابعة؟ قال لك هو بتحتفل بيه 6 يوليو من كل عام، يعني 6/7 كل سنة، يبقى بتحتفل بيه امتى؟ السادس من يوليو من كل عام. طب ايه اللي حصل بقى في اليوم ده سنة رابعة؟ تعال معايا كده. قال لك ده اليوم اللي وافق فيه او وضع فيه القائد جوهر الصقلي. طبعا القائد جوهر الصقلي ده سنة رابعة هو كان احد القادة الدولة الفاطمية، حيث ارسله الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي عشان يؤسس مدينة القاهرة اللي هي تكون مقر للدولة الفاطمية بعد كده. فاليوم اللي وضع فيه حجر الاساس جوهر صقلي لمدينة القاهرة كان عام 969، اليوم ده بقى مصر بتحتفل بيه كل سنة. يبقى كده زي ما عرفنا ان هنا العيد القومي بتاعها يوم ما وضع جوهر الصقلي حجر اساس مدينة القاهرة. هناخد كمان مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. احنا بنعمل ايه او بنحتفل ازاي بالعيد القومي للمحافظة؟ تزيين وتجميل الشوارع، تزيين وتجميل الميادين والشوارع. كمان من مظاهر احتفال بالعيد القومي للمحافظة اقامة المهرجانات والمسابقات والاحتفالات. كمان افتتاح المحافظ عددا من المشروعات لخدمة أبناء المحافظة، يبقى المحافظ بيفتتح عددا من المشروعات لخدمة أبناء المحافظة. بعد كده عندي يقول لي سؤال المتفوقين، بيقول لي وضح بعض مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. يعني احنا عرفنا كده الاحتفال بالعيد القومي ايه هو العيد القومي، انت قول لي بقى ايه مظاهر الاحتفال بالعيد القومي دوت. مستنيين اجابتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الى اللقاء في دروس اخرى ان شاء الله. قولوا تاني.
بعد كده معايا سؤال المتفوقين السنه الرابعه، بيقول لي وضح مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. انا زي ما تعرفت على العيد القومي للمحافظة عرفت ايه مظاهر الاحتفال بتاعته وايه هو اليوم اللي بتحتفل بيه كل محافظة. طبعا مستنيين اجابتكم ان شاء الله. نتمنى ان انتم تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء في دروس اخرى ان شاء الله.